سيتم طبعا من خلال كما سألتي عن الإجراءات الخاصة بالمؤتمر الصحفي والتنظيم، سيتم عرض فيديو إرشادي عن تنظيم هذه المباراة وكيفية دخول الجماهير في هذه المباراة، وفي الختام سيتم عرض فيديو خاص لتطوير وشكل تنظيم مباراة السوبر عندما بدأ عام 2001، والمباراة التي بدأت في كباكورة لهذه البطولة بين الزمالك وغزل المحلة حتى آخر مباراة عام 2017 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. كبار الضيوف والشخصيات الكبيرة تحضر في هذه اللحظات. حضر منذ قليل كما تابعته سيرة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أيضا يحضر في هذه اللحظات دكتور علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة، هناك العديد والعديد من الشخصيات، كابتن سارة الحفيظ مدير الكرة وصل في هذه اللحظات، الكابتن حسام البدري المدير الفني وصل في هذه اللحظات، وبالطبع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب أيضا متواجد في هذه اللحظات، الكل على هبة الاستعداد لبدء المؤتمر الصحفي. إليك الكلمة فيروز إذا كان لديك أي استفسارات أخرى. نعم، طيب محمد، هل لك أن تنقل لنا الآن شكل القاعة، شكل التنظيم للمؤتمر الموجود الآن أمامك؟ يعني شفنا شباب موجودين يحملون أعلام مصر وكل من الإمارات، أيضا كابتن حسام البدري وصل منذ قليل، أوصف لنا بالضبط شكل التنظيم الموجود عندك حاليا. شكل التنظيم فيروز، القاعة بالداخل تم تجزئها لأكثر من سكيشن أو أكثر من جزء. أولا هناك منصة رئيسية سيحضر من خلالها القائمين على تنظيم هذه المباراة والضيوف الرئيسيين لهذه المباراة سواء كلا الناديين الأهلي والمصري، رئيس اتحاد كرة القدم شركة بريزنتيشن سبورت، أيضا أمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم. هؤلاء الضيوف سيكونون متواجدين في المنصة الرئيسية، ثم ننتقل بعد ذلك محمد في الصفوف الأولى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء مجلس إدارة النادي المصري. نعم محمد، يبدو ان المؤتمر الصحفي يعني يبدا الان. شكرا لك محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، كنت معانا مباشره من مقر المؤتمر الصحفي، هنلتقي بك اكيد مره ثانيه بعد نهايه المؤتمر الصحفي والذي يعقد الان. راينا منذ قليل وصول كل من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، ايضا كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول. من اهم الشخصيات اللي تحضر اليوم كمان المؤتمر الصحفي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أيضا المدير التنفيذي شيرين شمس المدير التنفيذي الأسبق، وأيضا كل من محمد سعادة محمد بن هزام العواني الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، أيضا المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري. هؤلاء هم أهم الشخصيات التي ستحضر اليوم المؤتمر الصحفي. في تصريحات الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن الراعية لقناة النادي الأهلي والكرة المصرية، كانت من أهم التصريحات واللي أدلى بها مع مراسلنا محمد السعيد ان هيكون في شراكه من قبل يعني مجلس ابو ظبي الرياضي، هيكون مشارك في تنظيم هذه البطوله، ايضا هيكون في مفاجات كبيره جدا وكثيره سيتم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحفي واللي هيعقد بعد قليل. ايضا الاستاذ محمد كامل قال ان التنظيم هيكون اعلى ومختلف، قال ان التنظيم هيكون اعلى بشكل كبير ومختلف بشكل كبير، هيكون في تنظيم افضل من السنوات اللي فاتت، ايضا توقع بيع عدد كبير جدا من التذاكر، واللي قال انها هتطرح عن طريق الانترنت كما توقع ان تباع على الاقل كل 18 ثانية تذكرة، وهو معدل يفوق السنوات اللي فاتت على حسب ما ذكر. زي ما احنا شايفين دلوقتي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد المصري لكرة القدم.